السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نديرو أول حصة عندنا شابتر جديدة في الأناليز، وهي فونكسيون غييل دو أن فاريابل غييل. مزيان، ألوغ في هاد الحصة الأولى غادي نشوفو فيها ديفينيسيون ديال الفونكسيون، سي كوا سا فونكسيون إكسيتيرا، غنشوفو الأوبيراسيون، غنشوفو لا فونكسيون بيغ أمبيغ، غنشوفو لا فونكسيون بيريوديك إكسيتيرا. هادشي شفتو السنوات الفايتة، دونك غندير واحد الرابيل ونشرحوه مزيان. صافي، من بعد نكملو لو رابيل ديالنا ونشرحو لي فونكسيون، انواع ديال لي فونكسيون اكسيتيرا، فوقاش كتكون كرواسون دي كرواسون ماجوري مينوري اكسيتيرا في الحصه الجايه. هادشي كاملو رابيل. من بعد نشوفو رابيل بعض لي فونكسيون بحال الفونكسيون بولينوم، فونكسيون راسيونيل، ال ان اكسبونونسيل اكسيتيرا، نشوفو الكوس سينوس، ارك سينوس، ارك تانجونت. دونك جميع انواع لي فونكسيون نشوفوهم وغادي نشرحوهم مزيان. الو، كما العاده في الفيديو الاول اش كنا كنديرو؟ كنديرو الديفينيسيون، يعني خاصنا نفهمو مزيان سي كوا سا ان فونكسيون اكسيتيرا. الوغ نقراو الديفينيسيون ديالنا. اون ابيلي فونكسيون نيميريك ديفيني دون ان دومين اكس توت ابليكاسيون اف طول كو ا شاك بوين اكس دون اكس كبيره on a fait correspondre un seul élément y de R et écrire quelque chose à la chaque f x tend vers r et de x sera tend vers f de x. مزيان، دابا جي نشرحوا هاد الديفينيسيون مزيان. الوغ شنو قالك في الاول؟ قالك اون ابلي فونكسيون نيميك ديفيني، كتكون ديفيني معرفه دون ان دومين اكس، يعني كتكون معرفه في واحد دومين اكس، يعني حيت كنجيو حنايا واحد لا فونكسيون اف فانها معرفه في اكس كبيره. شكون هو اكس كبير؟ هو الدومين، هو الدومين دي ديفينيسيون، كنقولوا لهم مجموعه التعريف، يعني كنا كنرمزوا لها دي دو اف، وهي غادي نبقاو نخدموا لها بدي دو اف. غير في هذه الحصه انا غادي نقول لها اكس كبيره. صافي، الوغ هاد اكس كبيره نورمالمون كتكون اونكلي دون ار، لان حنا خدامين في ار، خاصها تكون ضمن ار، تقدر تكون ان كيو اكس ايتيغال، المهم انها تكون ضمن ار، تقدر تكون ار نفسها ممكن، دونك المهم انها تكون ضمن ار. مزيان، حيت نكتب اكس كبيره راه هي الدومين ديفينيسيون ديال لا فونكسيون ديالنا. حيت كنقولوا الدومين ديفينيسيون يعني لا فونكسيون ديالنا ما كتخرجش على الدومين ديفينيسيون هذا. اكزومبل، عندي انا واحد الرسم بحال هكا، نقولوا حنا الدومين ديفينيسيون هو هذا من هنا لهنا، هذا هو دي دو اف، دي دو اف، دونك لا فونكسيون ديالنا كتبقى غير في هذه البارتي هذه، دونك ما كنخدموش حنا هنا، ما معرفاش هي هنا. صافي، يعني حنا خدامين غير هنايا، دونك كنبقاو نخدمو التمرين كامل غير على هاد الدومين هذا، لأنه مهم. الدومين ديفينيسيون هو أهم حاجة خاصك تحددها في الأول باش أنك تكون عارف المجال فاش خدام. صافي، حنا خدامين على هادو، كنبقاو خدامين في لي كيستيون كاملين في هاد الدومين هذا. مزيان، يعني مجموعة ديال التعريف. مزيان، نكملو. قلنا أن الدومين دي الدومين عندنا الدومين إكس طون فيغ أش، طون فيغ تنفير R. شكون هي R؟ قلت لكم حنايا فاش خدامين، خدامين في R. R كيتسمى انسومبل دو اريفي، نقدروا نقولوا هذا الاكس هذا الدومين ديفينيسيون، نقدروا نقولوا له انسومبل دو ديبار. مزيان، انسومبل دو ديبار، انسومبل دو اريفي. مزيان، حيث ان اكس صغيره كتكون هنايا، دونك اكس راه كتكون ضمن اكس كبيره، هي كتكون ضمن الدومين ديفينيسيون ديالنا، تنفير اف دو اكس. مزيان، الوغ هكا باش كنعرفو لا فونكسيون ديالنا. ولكن واش اي حاجه حطيتها راه فونكسيون؟ لا، خاصها واحد الشرط. شكون هو هذا الشرط؟ هذا الشرط هو شنو قال لك هنايا؟ قال لك هنايا طول كو ا شاك بوين اكس دون اكس كبيره، يعني الاكسات اللي كينتميو لنا لهاد الاكس كبيره هادي غتلقى عندهم ايماج وحده، امبوسيبل تلقى عندهم دو ايماج. اكزومبل، غنعطيو اكزومبل، غنقولو هذا هو اكس وهذا هو اشنو اف دو اكس، هو ار، لان هذا هو ار وهذا هو اكس كبيره. صافي، هذا هو الدومين ديفينيسيون. هاد اكس كبيره فيه اكس صغار، يعني اكس 1 اكس 2 اكس 3، حنا نديرو اكس 3. امبوسيبل بحال هاد اكس 1 هادي تلقى عندها جوج ايماج، دو ايماج، امبوسيبل. يعني بحال تلقى عندها ايماج نسميوها اف دو اكس 1 كتساوي لنا واحد القيمه، وغادي نلقاو عندها واحد الايماج هنا اف دو اكس 1 حتى هو عندها، حيت كتحسب لها الايماج كتلقى جوج، امبوسيبل. اكزومبل، دابا نتايا بحال اف دو اكس كتساوي اكس بلس 1، هادي فونكسيون. علاش؟ الا عوضتي هنا بواحد
غتلقى ايماج واحد، يعني الا عوضتي اف دو واحد غتلقى انها كتساوي لنا جوج، واحد زائد واحد جوج، امبوسيبل تلقاها كتساوي جوج او كتساوي خمسة او كتساوي ثمانية. لا، الا عطاتك بحال هكا راه ماشي فونكسيون. مزيان، هذا هو الشرط اللي كاين، سي تري بيان. نعطيو اكزومبل بلا ماشي فونكسيون، اجي نعطيوها. مزيان، نفترضوا انها مكتوبه على هذا الشكل، ولكن هنا شنو عطينا؟ كتساوي لنا ايغال اكس. هذه فونكسيون ولا ماشي فونكسيون؟ فونكسيون، يعني الا عوضتي، هذه راه اكس صغيره على الشكل، الا عوضتي اكس بخمسة غتعطيك خمسة، الا عوضتي اكس بستة غتعطيك ستة، هذه فونكسيون. ولكن الا جيت درت لك انا اكزومبل اف دو اكس اس اتن او كاري، او كاري اكزومبل، تجي تقول لي ان صح باش نطيرو على هذا خاصنا نديرو الغاسين. دونك هنايا يعني ان لا فونكسيون تقدر تكون فيها اكزومبل. نعطيو مثالا، عطيت انا هذا 4 صافي، اكس هو 4، يعني ان اف دو اكس اس اتنان هذه 4. شنو خاصها تساوي لنا؟ خاصها تساوي لنا 4. مزيان، شنو غادي ندير؟ غندير الغاسين. مزيان، باش نطلع على هذا ندير غاسين، ندير غاسين هنايا. مزيان، شنو تعطينا؟ تعطينا اف دو 4. شنو تساوي لنا اف 4؟ تساوي لنا اف دو 4 تساوي لنا اما بلوس ولا موان غاسين دو 4. متفق معايا؟ صافي، يعني جوج، يعني تعطينا بلوس ولا موان جوج، يعني جوج قيم. دونك هذه ماشي فونكسيون. صافي، الى حسبت اف دو 4 تقدر تعطينا جوج ولا ناقص جوج. صافي، الى درنا جوج ها هي جوج اس اثنان هي 4، يعني غاسين دو 4. الى درنا ناقص جوج، ناقص جوج اس اثنان 4، غاسين دو 4 كيساوي لنا غاسين دو 4. دونك عندها جوج ايماج، يعني اف دو 4 عندها دو ايماج، بلوس دو وموان دو. دونك هذه ماشي فونكسيون. مزيان، الو نكملوا الشرح نتاعنا. الو دابا شرحنا سي كوا سا ان فونكسيون، يعني ان الايماج كيكون اونيك، كيكون ان سول اليمون دون ايغريك، يعني ايغريك هو كيتسمى لنا الايماج، يعني ان سول ايماج، ما يمكنش تلقى دو ايماج تخوا ايماج اكسيتيرا. دونك هذه بالنسبه للفونكسيون. مزيان، كيفاش غادي نبينوها بالرسم؟ تبع معايا. دونك عندنا ان هذا هو لاكس اكس، هذا هو لاكس اكس، هما المتغيرات لو فاريابل اكس هو هذا، كيكون ديما في هذا اللاكس هذا، وعندنا هذا اللاكس هو كيكون ايغريك، هو اف دو اكس. دونك هادشي راه غير رابي، هادشي هاد اللاكس هادشي شفناه في السنوات اللي فاتت. مزيان، الا رسمت لك انا هاد الرسم هذا، واش هادي فونكسيون ولا ماشي فونكسيون؟ تقول لي فونكسيون. علاش؟ لان الا جينا نحسبوا الايماج ديال هاد لو بوين هادي، غادي نلقاوها اونيك، ما يمكنش ان ايماج ديال هادي يعني انها اونيك، ايماج ديال دا اونيك، ايماج ديال دا اونيك، صافي ما كيتعاودش، ما عندهاش جوج ايماجات. دونك هاد اكس هادي، هاد اكس الا سميناها اكس خمسة، الا حسبت ليها ايماج تلقاها وحده، ما تلقاهاش جوج. صافي، الا جيت بالرسم انايا ورسمت لك اكزومبل بحال هكا، واحد لا فونكسيون دايره بحال هكا وجايه بحال هكا، بحال هكا دي فونكسيون. صافي، دونك انايا هنايا في اكس هادو كما كتشوف انهم عندهم شحال من بحال هاد اكس 1 شحال عندها من ايماج؟ عندها واحد وجوج، عندها جوج ايماجات. دونك هادي ماشي فونكسيون. صافي بالرسم، سي تري بيان. دونك كندير واحد 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 لي لاكس هكا كيكونوا باراليل مع لاكس ايغريك، وكنشوفوا واش كيتقاطعوا في دو بوين. الا كانوا كيتقاطعوا في دو بوين كما شفنا هنا راه ماشي فونكسيون. صافي، لان قلنا الفونكسيون كتكون عندها ايماج وحده. صافي، الا عوضنا اكس 1 بحال 5، عوضنا اف دو 5 خاص تلقاها كتساوي اونيك، يعني كتساوي 6. صافي، و اكزومبل ما يمكنش تلقاها كتساوي 7 و 8 اكسيتيرا. صافي، مزيان، الو نتمنى انكم فهمتوا فونكسيون. مزيان، دابا غادي نشوفوا اول حاجه وهي لو اوبيراسيون سور لو فونكسيون ريال. مزيان، هادي سهله بزاف، لو اوبيراسيون ضرب جامع اكسيتيرا. الو فوقاش كنقولوا على دو فونكسيون متساويين؟ سي ايكيفالي اف دو اكس كتساوي لنا جي دو اكس. الا كانت اف دو اكس كتساوي جي دو اكس، حيث اكس عوضناها بدي دو اف. صافي، مزيان، يعني اكزومبل عطينا اف دو 5 ياك كيساوي لنا جي دو 5.
صافي اف دو سبعه كيساوي جي دو سبعه، عاد كنقدروا نقولوا تساوي صافي، ماشي هي كتساوي في بوان وحده صافي تقول ايكال، لا خاصهم هنا بوغ توت جميع الاكسات اللي كينتميو لنا لدي دو اف الاكس كبير. مزيان اكزومبل بحال قلت لك انا دي دو اف هي 0 0 بلس لانفيني، خاصك هي تعوض بصفر اكس بصفر، اف دو صفر خاصها تساوي جي دو صفر، تعوض بصفر فاصله 5 صفر فاصله 1 صفر فاصله جوج صفر فاصله 3 صفر فاصله اكس تيغا حتى البلوس لانفيني، خاصك تلقاهم ديما متساويه. عاد كنقولوا ان هاد لا فونكسيون هادو متساويه في المجال 0 بلوس لانفيني. مزيان يعني ان جميع لي زيماج خاصهم يكونوا متساويين، دونك هادشي راه ساهل بسيط بزاف. الوغ فوقاش كنقولوا على ان اف انفيريور او ايغال ا جي، f est inférieur ou égal à g si seulement si la même chose il a quand l'image j de x f de x inférieur ou égal j de x pour toutes qui m'a qu'à cette x a dit qu'elle nous termine le mjumoua définition d'yen mjumoua tarif d'yen مزيان. بالنسبه للجمع لا ميم شوز، اذا درنا اف بلس جي وهي اف دو اكس بلس اف دو جي بور توت اكس كينتمي لنا دومين ديفينيسيون ديالنا، ضرب لا ميم شوز اف جي اكسيتيرا القسمه، حيث ان جي دو اكس خاصه تكون كتخرج في النص صفر، الا سويت النص صفر راه ماشي ديفيني. مزيان الو نكملوا دابا نشوفوا لو كومبوزيسيون دو ان فونكسيون. مزيان فوقاش كنقولوا فوقاش نقدروا ان نحسبوا كومبوزيسيون، كاين شرط عاد باش نجيو نحسبوه. الو كاك سوا اف اون فونكسيون ديفيني معرفه فاش في اكس طون فيغ اش ار، مزيان اي ايغري اي جي ديفيني باغ ايغريك طون فيغ ار، فوقاش نقدروا نحسبوا جيرون اف سي سولمون سي تحققنا شرط. شكون هو هذا الشرط؟ ان اف دو اكس يعني الايماج ديال المجال ديالنا اكس كبيره، فانه اونكلي ضمن ايغريك، الا كان ضمن ايغريك صلاه النبي نقدروا اننا نحسبوا جيرون اف. كيفاش نحسب انا هاد جيرون اف؟ سي سامبلومون جيرون دو اف دو اكس كتساوي لنا جيرون دو اف دو اكس بور توت اكس ابارتيان ا اكس. نعطيو اكزومبل نفترضوا ان اف دو اكس كتساوي لنا سينوس اكس، ياك ونفترضوا ان جي دو اكس كتساوي لنا اكس اس 2. حنا اش بغينا نحسبوا؟ بغينا نحسبوا جيرون اف دو اكس. اشنو قلنا كتساوي حسب الديفينيسيون؟ كتساوي لنا جي دو اف دو اكس. اشنو كتساوي لنا جي؟ شكون هي اف دو اكس؟ هي سينوس، يعني جي ديال سينوس اكس. الوغ غنعوضوا اكس بلاص سينوس اكس، شحال تعطينا؟ تعطينا سينوس اكس كل اس 2، راح نحسبنا جيرون اف دو اكس. مزيان كيما كتلاحظوا ان اف غون جي امبوسيبل، ما كتساويناش جي غون اف، باينه هي شي العكس ديال هذا ما غاديش تساويها. مزيان الوغ نكملوا ديفينيسيون ديالنا، هذه بسيطه هذا. الوغ دابا نهضروا على لا فونكسيون بير اي امبير. مزيان واش اي فونكسيون، واش جميع لي فونكسيون اللي عندنا كينقسموا جوج فونكسيون بير وفونكسيون امبير؟ لا، خاص بعدا يتحقق واحد الشرط عاد باش نقولوا ان لا فونكسيون تقدر تكون بير وتقدر تكون امبير. مزيان نقراو لا فونكسيون بير اي امبير. اون انسومبل اكس اونكلي دون ار اون ا ديت سيميتريك بار رابور ا لوريجين. الوريجين هذا هو الشرط، إلا كان x symétrique par rapport à origine صافي، فإننا نقدر نقولوا لا فونكسيون بير ولا امبير. مزيان راه كنهضرلك أنا على x دومي ديفينيسيون ديالنا، ما كنهضرلكش على لا فونكسيون أنها تكون سيميتريك، كنهضرلك أنا على دومي ديفينيسيون ديالنا x كيكون سيميتريك. فوقاش كيكون دومي ديالنا x سيميتريك؟ إلا كان بوغ توت جميع الإكسات اللي كينتميو الاكس كبيره، راه ناقص الاكس ديالهم كتكون كتنتمي للاكس كبير. اكزومبل انا الا عطيت اكزومبل واحد بلس لانفيني، هادي واش سيميتريك؟ واش هاد اكس هادي سيميتريك؟ نو ماشي سيميتريك. اكزومبل الا زيد راه خاص يكون جميع اكس، الا زيد اكزومبل اكس هنا كيساوي لنا اكزومبل 5، واش هذا وي 5 كتنتمي للاكس،
واش ناقص 5 كتنتمي لنا الاكس؟ لا، دونك هذه ماشي سيميتري. دونك هنا ما نقدروش نقولوا ان فونكسيون بير وامبير، دونك ما كاينش عندنا، ما عندناش لا فونكسيون بير وامبير في هذا المجال هذا. ولكن الا عطيتك انا سور ار، سور ار اكزومبل، وي 5 الا كانت كتنتمي 5 ل ار، فان ناقص 5 كتنتمي لنا الار. صافي، دونك هذه نقدروا، هذه وي، هذه راه كاينه فونكسيون بير فونكسيون امبير. مزيان، هذا هو الشرط المهم. ثم الشرط الثاني كنشوف النوعيه ديال لا فونكسيون، واش كتحقق لنا واحد الشروط، شكون هاد الشروط. مزيان، الوغ هذا هو الشرط المهم، ان اكس انا بور توت جميع الاكسات، ماشي اكس وحده. اكزومبل بحال هكا، تقول لي بحال هكا ناقص واحد بلوس لانفيني، تقول لي راه واحد كينتمي لنا، ها هو اكس، تقول لي واحد كينتمي لنا الاكس، اي ناقص واحد كينتمي لنا الاكس، دونك هذه راه سيميلا توت بور توت، ها هي بور توت جميع الاكسات، ناقص واحد هو واحد اكسيتيرا، 1.0 راه ملايين الاعداد كاينين، دونك خاصهم يكونوا عندهم الناقص ديالهم خاصو يكون كينتمي للمجموعة التعريف ديالنا. مزيان، الوغ دابا الشرط باش نقولو عليها بير، اشنو خاصو يكون؟ خاصو يكون بوغ توت اكس كينتمي لنا الاكس كبيرة، وهي الدومين ديفينيسيون ديالنا، فإن اف دو اكس كتساوي لنا اف دو ناقص اكس. اكزومبل، الوغ اكزومبل اف دو اكس اشنو كتساوي لنا؟ اكس اس اتنان. هادي دابا إلا قلتلك بير ولا امبير، حنا كنهضرو سور ار، ار سور ار يعني راه سيميتريك. مزيان، غتقول لي سيميتريك، علاش؟ غنقول غتقول لي حيت بان اف ديال موان اكس كيساوي لنا موان اكس اس اتنان، كيساوي لنا اكس اس اتنان، كيساوي لنا اف دو اكس، دونك تحقق لنا الشرط. دونك هادي فونكسيون بير، بير سي سامبلومون فونكسيون بير. مزيان، كاين تعريف، كاين تعريف اخر فوقاش كنقولوا على فونكسيون بير بالرسم، سي سي اف سيميتريك بارابور ا او ايغريك. الا كان سيميتريك بارابور ا لاكس او ايغريك، فانها كنقولوا عليها بير. اكزومبل بحال هذه اكس اس اتنان، الا جينا نرسموها الرسم ديالها كيكون بحال هكا، هكا ها هو الرسم ديالها جرافيك، هذا هو السي اف، كما كتلاحظ هذا هو اللاكس او ايغريك، هذا هو اللاكس ديالنا، كما كتشوف انها سيميتريك، يعني الا طويتيها كتطوي، طويتيها مع هادي، دونك سيميتريك مع هاد الجزء هذا. مزيان، يعني انها سيميتريك. مزيان، دونك هادي باش كنقولوا بالرسم انها كتبوها هنايا، سي اف سي اف سيميتريك سيميتريك بارابور par rapport à OY. إذا كانت سيميتريك par rapport à OY فإننا كنقولوا عليها أنها بير. مزيان، راه كاين في بعض في دوك لي كيستيون دو كور كيكون هنا لي بيج، دونك هو كيعطيك لا فونكسيون اف دو اكس ايغال اكس اكس او كاري واش بير ولا امبير، انت كتقول له باغ بير، وما كتشوفش واش هذاك الدومين يعطيك واش سيميتريك ولا ماشي سيميتريك. شي مرة كيقولك بور عطيك المجموعة التعريفية من 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 زيرو لواحد، غير اكزومبل هكا عطيك، ولا بلو من زيرو بلوس لانفيني، كيقولك واش هاد لا فونكسيون بير ولا ماشي، دونك هادي ماشي بير. خاصو يكون الشرط الأول أنه يكون هاد الدومين ديفينيسيون ديالنا سيميتريك، يعني أنه كيقسم على جوج البلاصة بوزيتيف والنيجاتيف، يعني جميع الإكسات اللي كينتمي خاص تكون ناقص ديالهم كيكون كينتمي حتى هو المجموعة التعريف ديالنا. بحال هادي إلا تخدينا واحد ناقص واحد ما كينتميناش، دونك هادي ماشي سي ماشي بيغ، ما نقدروش نقولو عليها بيغ. مزيان، ألوغ لأن إلا خداك هادي، إلا خداك إف دو إكس كتساوي إكس أس اتنان في هاد المجال، دونك راه بحال حيد لك هادي، دونك خداك غير هاد البارتي هادي صافي، حيت هنايا فاش خدامين، لأن قلنا مجموعة التعريف، دونك فاش أش المجال خدامين. دونك هادي واش هادي سيميتريك؟ ما ماشي سيميتريك صافي، سي سامبل. الوغ دابا نشوفو لا فونكسيون امبير، امبير حيت كنهضرو على فونكسيون امبير، الوغ نحيدو. الوغ فونكسيون امبير سي سامبلومون الى تحقق لنا هاد الشرط ان بوغ تو جميع الاكسات اللي كينتميو لنا، جميع الاكسات اللي كينتميو لنا الاكس كبيره الدومين ديفينيسيون ديالنا، فان اف دو موان اكس كيساوي لنا موان دو اف دو اكس. اكزومبل بحال اف دو اكس
كيساوي لنا اكس اس 3. مزيان، الى جينا نحسبوا اف 2 موان اكس كيساوي لنا موان اكس اس 3 كيساوي لنا موان اكس اس 3، نقدروا نخرجوا الموان، يعني كتساوي لنا موان دو اف دو اكس. مزيان، هنا راه قلنا كما العاده حنا اكزومبل في هذا المثال خدامين في ار طون فيغ ار، صافي باش نخرجوا من باب واسع. دونك اف صافي، يعني ان ار راه كنعرفوا انها سيميتريك، هذه سيميتريك صافي. مزيان، الشرط الاول راه تطبق. دابا كنشوفوا غير الشرط الثاني، هذه كنقولوا عليها بير، دونك هذه اي بير اي امبير، عفوا اي امبير. مزيان، يعني هذه اي امبير. الو جرافيك مو شنو خاصنا نبينو؟ لا ميم شوز، خاصنا نقولوا ان سي اف سيميتريك، خاصها تكون سيميتريك بارابور واش بارابور ا لاكس او واي، لا هادي راه امبير، يعني بارابور ا لوريجين، ا لوريجين يعني خاصها تكون بارابور ا لوريجين. اكزومبل نرسمو النيس، هادي هادي الرسم ديالها داير بحال هكا تقريبا، بحال هكا شي. دونك الى جينا نديرو اسقاط هنايا، دونك هذا كما كتشوف راه سيميتريك مع هذا البوان زيرو بالنسبه، يعني راهم سيميتريك. مزيان، بالنسبه لاوريجين او. مزيان، هذه كنقولوا عليها شنو كنقولوا عليها؟ كنقولوا عليها امبير بالرسم ديالنا. مزيان، الوغ نعطيو اكزومبل، نعطيو لي زيكزومبل. الا قلت لك الكوس، الا قلت لك كوس واش بير ولا امبير؟ كوس تقول لي بير. مزيان، علاش؟ غير بالرسم، نبداو بالرسم ديالو. الوغ الا قلنا كوس نديرو اف دو اكس ايغال كوس دو اكس. مزيان، كوس كيدير كوس، انا نرسمو غير البارتي ديال موان بي سور دو، وهنا موان بي سور دو. مزيان، موان بي سور دو، الكوس داير بحال هكا. مزيان، تقول لي انه سيميتريك بارابور ا لاكس او ايغريك، يعني هذا سيميتريك مع هذا. دونك هنايا تقول لي هذا بير، بير. دونك هنايا هذا كنستنتجو انه بير. مزيان، الوغ الى جينا نحسبو، الى داكشي علاش كيقولو كوس ديال موان اكس، راه هنا كيساوي لنا كوس دو اكس. مزيان، لا ميم شوز بالنسبة لاف دو اكس كتساوي لنا سينوس اكس. الى جينا نرسمو غادي نعرفو واش بير ولا امبير. سينوس باش كيبدا، كيبدا من الصفر، ها هو داير اكزومبل بحال هكا. حنا نرسمو غير بي سور دو، دونك داير بحال هكا، داير بحال هكا. مزيان، الى شتي انه هادي بي وهادي موان بي، متفقين معايا؟ دونك كيما ان كنشوفو انه سيميتريك باغابوغ اش، باغابوغ ا لوريجين صافي، يعني سيميتريك باغابوغ لي، يعني ان سينوس اكس شنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا سينوس موان اكس، فين كيساوي لنا موان سينوس دو اكس. سي تري بيان، دونك هذا كنقولو على سينوس اكس مالها اي امبير، دونك سينوس اكس امبير. امبير، نتمنى نكون فهمتو بير اي امبير اكسيتيرا. الوغ دابا نشوفو اخر حاجة عندنا في هاد البارتي وهي فونكسيون بيريوديك. مزيان، فوقاش كنقولو فونكسيون بيريوديك؟ لا فونكسيون R وهو X وهو الدومين ديفينيسيون ديالنا طون فيغ R إيديت بيريوديك سي إل إكزيست، يوجد واحد العنصر T كينتمي لنا ال R بلوس، يعني من صفر ل بلوس لانفيني، هادي هي R بلوس. طولكو كيحق لنا جوج حاجات، أول حاجة أن حيت نديرو X بلوس T خاصو يكون كينتمي لنا ال X كبيرة، صافي كينتمي لنا الدومين ديفينيسيون ديالنا. بلوس خاصنا نديرو اف دو بلوس لانفيني بلوس اكس خاصو يساوي لنا اف دو اكس. مزيان، نعطيو اكزومبل بسيط، يعني الا عطيتك انا واحد لا فونكسيون من ار طون فيغ ار. مزيان، الوغ نرسم لك انا هي فونكسيون كيكون نرسمها كانايا بحال هكا، نقولو اكزومبل دايره هادي صفر واحد جوج ثلاثة، واحد جوج ثلاثة موان موان موان، نقولو دايره بحال هكا، يعني من واحد، يعني ماشي هي جوج بوان، وهنايا ماشي هي جوج
وهنا ماشي هي جوج مزيان. هذه فونكسيون بيريوديك، علاش؟ لانها كتعاود في كل جوج درجه، جوج هنايا في كل جوج اكس كتعاود، يعني الطول هنايا شحال هو؟ هو جوج، فهمتي؟ في كل جوج كتعاود، ها هي من واحد لثلاثة راه جوج، هاد جوج درجات، ومن واحد ناقص جوج درجات كتعاود كتعاود اكسيتيرا. هادي هاد جوج هذا هو كيتسمى البيريود، البيريود ديالنا تي. مزيان، الوغ نعطيو شي اكزومبل بحال قلتي الكوسوس سينوس، راه حتى هما دونك هادو راه بيريود. الا جينا نشوفو اكزومبل، نبداو اكزومبل، نديرو حنا اكزومبل سينوس، سينوس اكس، سينوس اكس. مزيان، سينوس اكس، الوغ سينوس اكس نرسموه باش نعرفو شكون هو البيريود، نشوف اش كيحقق هادشي ولا ما كيحققش. الوغ سينوس اكس كيفاش دايره السينوس؟ كتبدا من الصفر وهي ماشيه بحال هكا، صافي هاي اكسيتيرا، صافي. كتكون هنا من الزيرو، هنايا بي جوج بي، مزيان، صفر موان بي موان دو بي، مزيان. الا قلت لك شكون هو البيريود، هو فاش كتعاود، كتعاود لنا هذيك، واش من زيرو لبي؟ لا، زيرو بي راه الفوق وهذه لتحت، لا. اش كتعاود؟ كتعاود لنا من هنا لهنا، يعني هذه من هنا لهنا كتعاود، كتبقى كتعاود. دونك نصغرو هذه باش تبان، صغروها باش تبان لنا الرسم ديالنا. غنقولو هاي هاي، دونك هذه هي لا بيريود ديالنا، هي دو بي، هذه بي وهذه دو بي. دونك هاد الشكل هو اللي كيتعاود لنا، كنعاودو من هنا نفس الطريقه، ها هو تعاود عاود ثاني. هذه بالنسبه لاش للسينوس لا ميم شوز، حتى في الجهه الاخرى كتعاود نفس الحاجه، مزيان اكسيتيرا. دونك هذه 4 بي زيد لها يعني 6 بي اكسيتيرا. دونك عندنا هنا البيريود شكون هو؟ 2 بي. يعني داكشي علاش كنحسبو، كنحسبو اكس بلس 2 بي فانها كتساوي لنا سينوس اكس، صافي. يعني اكس بلس 2 بي فانها كتساوي لنا سينوس اكس. دونك هادشي خاصك تركز فيه مزيان. الوغ هادي كنقولو عليها بيريود لان تحقق جميع الشروط، ان اف دو اكس بلس لا بيريود عطانا سينوس اكس، ان اكس بلس 2 بي فين راه اكس بلس 2 بي كتنتمي لنا الاف، صافي. الوغ نكملو سي سامبلومون، الى ضربنا هذا في كا غادي يبقى بيريود. سي سامبلومون الى درنا سينوس اكس بلس كا في 2 بي فين غيبقى كيساوي لنا سينوس اكس. هي هاد كا هادي خاصها تنتمي لنا لاش للزد في هاد الحالة هادي، باش خدات لنا الموان بلوس راه بحالها. المهم انها كتاخد لنا كي كتنتمي لمجموعة زد في هاد الحالة هادي، علاش؟ لان الزد هو ما فيهش الفيغول، ما فيهش الفصيلة، صافي. باش ما تخرجناش هنا، الا خرجتنا فصيلة دونك راه ما تساويش، خاصو يكون اكزاكتومون ناقص بحال هذا واحد، يعني كا يقدر يساوي لنا اما واحد اما جوج اما ثلاثة اما اربعة، ولا ناقص واحد ناقص جوج ناقص ثلاثة، المهم ما يساوي لنا بحال هكذا جوج فاصلة خمسة اكسيتيرا. الا حطينا جوج فاصلة خمسة ما غاديش تعطينا انها بيريود، صافي. دونك كا ضروري انه يكون كيتعمل لنا الزيت. الوغ هادشي اللي كاين في هاد البارتي هادي، الوغ نتمناكم حظ موفق في الدراسة ديالكم، ونتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي مزيان. هادشي راه غير الرابيل شفنا في السنوات الفايتين، عاود رجعناه باش نضبطوا المسائل ديالنا. نتلاقاو في الحصة الجاية ان شاء الله بالنسبة لفونكسيون ريال دو ان فاريابل ريال.